انت حارس الراجل بكره هيبقى كويس. ما خدتش ما خدتش ما شفتش ما شفتش ما خدتش ما خدتش ما شفتش ما شفتش اما خدتش ما خدتش الو ايوه مريم ايوه يا احمد انت فين بصطاد فيش بتصطاد ايه فيش بصطاد فيش جمبري يعني بتهزر وبتصطاد في النيل قال يعني هصطاد سمك من الصحراء اكيد في النيل احمد انت بتتكلم بجد يعني انت خلاص ما لقيتش ايوه ما انا اللي تروح تصطاد فيه اهو انا ناقص ملل بقى يا دي القرف الواحد يموت كل يوم ماشي انما عربيه تتكلبش كل يوم الله رمضان 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 عرفت يا باشا ايه اللي عرفك ده احنا شبه متربيين مع بعض يا راجل فاضي رمضان فاضي يا باشا